نبدأ تجولنا القصير مشاهدينا بين الصحف العربية لهذا اليوم من صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت بين صفحاتها ربطة معصم لتشخيص داء السكري. جاء في تفاصيل الخبر: طور علماء أمريكيون ربطة معصم بإمكانها تشخيص داء السكري من العرق المتصبب من الجسد، إذ يقوم جهاز استشعار بفحص مستويات الجليكوز في العرق قبل إرسال النتائج إلكترونيا عبر الهاتف الذكي من أجل تحليلها وتشخيصها. وأفادت صحيفة ميرو البريطانية أن الفريق يعمل الآن على دمج جهاز الاستشعار في ربطة المعصم داخل ساعة ذكية لاستخدامها من قبل ملايين الأشخاص حول العالم. إلى صحيفة الغد الأردنية مشاهدينا التي اخترنا منها لكم أيضا في الصحة: سوار لياقة بدنية لقياس مستوى التوتر. كشفت شركة جارمن عن سوار اللياقة البدنية فيفو سمارت 3 الجديد الذي يمكنه قياس مستوى التوتر النفسي لدى المستخدم. السوار الجديد يقوم بتسجيل فترات الراحة وفترات التوتر خلال اليوم بواسطة مستشعرات الحركة ومقياس ضربات القلب. ومشاهدينا نتحول إلى صحيفة القدس العربي التي نطالع منها اختراع جهاز يحول الهواء الجاف إلى مياه. تمكن باحثون أمريكيون من تطوير صندوق يمكنه تحويل الهواء منخفض الرطوبة إلى ماء وإنتاج عدة لترات من المياه كل 12 ساعة. وأضاف الباحثون أن ما يميز الجهاز الجديد هو إمكانية إنتاج المياه في بيئات منخفضة الرطوبة. وختام جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا من صحيفة القبس الكويتية وهذا الخبر: التكنولوجي تعديلان جديدان من واتساب. أجرى تطبيق واتساب اختباراته لميزتين اثنتين استعدادا لإطلاقهما في القريب العاجل. الميزة الأولى تتمثل في إمكانية حذف الرسائل المرسلة في غضون الدقائق الخمس الأولى في حال لم يكن المستقبل قد اطلع عليها. أما الميزة الثانية فتسمح للمستخدمين بتعديل النصوص التي يرسلونها سواء تعلق الأمر بعرض الحروف أو بشكلها دون الحاجة إلى وضعها بين رموز محددة.